كان توقف تام، شلل تام على مستوى المدينة والإقليم. كتدوز في المدينة وكأنك دايز في واحد اون فيل فانتوم، مدينة فانتوم يعني فارغة، المحلات مسدودة، الحياة ما كايناش. احنا تأثرنا بشكل كبير كما باقي يعني المدن المغربية وباقي يعني الإقامات والمطاعم والصناعة التقليدية، تأثرنا بشكل كبير احنا لدرجة اننا كمستثمرين بدانا كيدخل واحد التوجس ديال الخوف، بان راه القطاع السياحة ماشي واحد القطاع اللي هو عنده مستقبل. كتلقى واحد المجموعة ديال الناس بداو كيستثمروا في العقار، او لا واحد المجموعة ديال الناس بداو كيفكروا انهم يفتشوا على بدائل اخرى، اللي ربما بيع الخضار، بيع السمك في الطريق، الاغلاق ديال المحل ديالو خصو يفتش على بدائل اخرى. هنا كانوا مجموعه ديال الحالات كذلك مشاو في هذا الاتجاه. هذا واحد المكان اللي كنت دائما كنوقف مع الاجانب وكنشوفوا واحد مجموعه ديال لي سوفينير هنايا، لي كارت بوستال، لي سوفينير صغار اللي كان كيبيع. دابا اليوم كنشوف الحلوى ديال رمضان، بدلتي صافي، فينهما السوفينيرات ديال السياحه وفينهما كلشي صافي. يوم اللي جات الجائحه توقف ديك الشيء، السياحه توقفت، واضطريت انني نخرج بالسينيه ديال الحلوى. كان المهم كاين كي سير على طرد الخبز، انت ديك الحلوى. ودابا عدلت هاد البركه، كتعدل السيده في الدار كنبيعها. نخدموا مع السياحه، السياحه ما كاينش والو، راه هاد اللي كانت هذه عام وزياده ما خدمناش والو، ما خدمناش يا سيدي. قليل في النهارات ديك اللقطات، اذا ديك شي ديك البركه قليله، يعني اذا كان شي عطله اذا ولا شي سبت والحاج كيستفادوا، كيجون عند السياحه كيسترزقوا الله معاهم. ودابا ما جات هاد الكورونا، الله يرفد عننا وعن جميع المسلمين. ما صافي رفدوا، مشاو يخدموا، يوليو عاوفين يخدموا، يقعدوا مساكن عاود. اذا دابا غادي نزور واحد الصديق ديالي اللي كان كيشتغل في واحد المطعم داخل المدينه العتيقه. نظرا للكورونا ونظرا للجائحه اضطر هذا السيد هذا باش انه يغادر هذه المهنه، ودابا كيبيع ويشري في الخضار. السلام عليكم، كيف انت اخي السعيد؟ بخير صحيح، لاباس كل شيء بخير؟ كيف بقيت يا اخي السعيد؟ كيف مشى وكيف جاتك هذه المهنه الجديده؟ الحمد لله 15 سنه وانا في مجال ديال السياحه، وجات الظروف الحمد لله، العالم كامل اللي كيعيش منا وكيعاني منا، وجعلتني انني نخدم في مجال اخر، ولكن الحمد لله على كل حال. لا كان عندي الضمان الاجتماعي، ولكن ديك 2000 درهم ما كافياش مع المدرسة للعيال، مع انتينا كنت عايش في واحد النيفو معين، واحد اللحظة غتصيب راسك 2000 درهم، كيفاش غدير لانتينا في الشهر؟ مع المدرسة للعيال، إذا كنت عندك شي مصاريف أخرى، لا قدر الله إذا مرضت لك مثلا على شي واحد من العائلة ولا شي حاجة، كيفاش غادي تزقي؟ فهمتي؟ يعني 2000 درهم ما كافياش. بالصحة والراحة. الله يخلف. بالصحة سي محمد، الله يخلف. والمنتج ديالنا الحمد لله حنا معروف هنايا في الشاون، غير الناس ديال الشاون كاملين الحمد لله كيعرفوا المنتوج باللي هو منتوج زوين اللي كنعدلو حنا، ماشي كنعدلو داكشي ديال السوق، كنديروا شي حاجه الحمد لله نموذجيه وشي حاجه كتفرح، اللي كيديها كيجي الحمد لله عندنا كيعاود ياخذها. الصناعه التقليديه غير خاصه اليد وخاصه المساعده والدعم، وحاليا بالاخص
دابا وصلت يعني للعظام زعما كيف كيقول لك يعني وصلت لك صافي للعظام يعني انتينا كتخدم يدويا قطاع المطعم في الشاون راه تاهو مرتبط تقريبا 91% بالسياحه الو حنا كجميع القطاعات الاخرين اللي عندها ارتباط بالسياحه في المدينه تاثرت واحد التاثر كبير بهذه الجائحه دابا بدينا يعني الاغلبيه ديال يعني الزبائن ديالنا اللي كيجيو عندنا هما الزبائن ديال السياحه الداخليه اللي كيكونوا يعني بواحد النسبه متوسطه السبت يعني في الويكاند السبت والاحد والباقيه ديال السيمانه راه تقريبا كتكون الامور متوقفه يعني الحاله يرثى لها يعني حنا دائما عندنا الامل كنقولوا غدا السيمانه اللي ما جاش الشهر اللي ما جا حنا باقيين على امل كنستناو يعني الامور تتحسن او ترجع للطبيعه ديالها يعني في اقرب فرصه نقول لك عام ما شفنا هاد الناس ديال الترونسبور توريستيك اللي كيخدموا في النقل السياحي هذا واحد السيد اللي هو كيخدم في هذا المجال هذا من طنجه هذا السياح راه ماشي سياح هذا ما راه مقيمين هنا في المغرب خدامين في المغرب يعني اختاروا يديروا جوله سياحيه جاوا مع هذا السيد هي قبل كورونا كنا تبارك الله كنخدموا راك عارف السياحه كانت خدامه في المغرب كامل ولكن في الفتره ديال كورونا واحد 6 شهور الاولانيه هي كانت واقفه نهائيا 6 شهور الاولانيه ما تحركناش مع الحجر الصحي مع هذه تحركنا شويه ملي جا الفتره ديال العيد الكبير عيد كبير تحركنا شويه من تما ومن هنا كنتحركوا شويه يعني تقريبا شي 20 حتى 25% اللي كاينه هذه الحركه وضعية الناس أنا واحد منهم يعني أي وضعية مزرية يعني بالنسبة لنا حنا أو بالنسبة للناس آخرين كاين فيها بعض كاين بزاف الناس كنعرفهم أنا مثلا مشاو شي الله يحسن العون شي مشا كيبيع ويشري مثلا في الخضرة شي باع مثلا الآلة ديالو شي تأسفنا بزاف الإخوان ديالنا اللي كنشاركوا معاهم هذا العالم ديال الفن بحيث كان مصدر العيش ديالو الوحيد هو لوحات كيبيع اللوحات باش كيسير اليوم ديالو الاسبوع ديالو ينفق على وليداتو جات كورونا ما كيبيع والو وبالتالي رجع بعض منهم للاسف الشديد كيبيعوا حوايجهم كيبيعوا الماتريال ديال الرسم ديالو لان وصلت بهم لهاد الدرجه لانه ما عندوش شي دخل اخر من غير هاد بيع اللوحات الفنيه الوضع اللي وصلنا له دابا مؤلم مش غير مؤسف مؤلم جدا لان كل ما كتبنا واحد النقطه ديال الامل وكنقولوا واحد النقطه ضد الضوء كتبنا عاود كترجع تظلم من بعد عاود كنقولوا زيدوا نصبروا شويه باقي الامل باقي ان شاء الله هادشي ما غيزيدش يطول ولكن للاسف هادشي دابا تقريبا عام ماشي تقريبا عام ودابا طالعين في عامين كنظن ابسط حق حق ديالنا عليهم ان مسؤولين عنا يسمعونا يشوفوا شنو المطالب ديالنا او على الاقل يسمعوا لنا بحدا نعم كنتمنوا وهذا نهار كبير السي عزيز والسي عبد الرحيم باش تلاقينا السي عزيز انتما المكلف بالمكتب ديال المندوبيات السياحه لاقليم شفشاون واقليم وزان المرشد عانى بشكل كبير صراحه مرشدين اللي وصلوا الى الحضيض مرشدين اللي بداوا حتى انهم يفكروا انهم يتخلوا عن هذه المهنه ولكن جاء باصص الامال من بعد منين الاعلان عن الدعم اللي تقدم للمرشدين من طرف وزاره السياحه والتغطيه الصحيه اللي هي كذلك غادي تزيد يعني ترفع من معنويات العاملين في هذا القطاع كيف يعقل ان في التقارير الرسميه ديال وزاره السياحه وهذا اللي كتعتبر شفشاون واحد القبله مهمه وجهه سياحيه مهمه وكتكبر بها وكتعلو هذا وكتعمر بها التقارير ديالك ولكن في الـ في الـ في الاستفاده البارحه انا تبعت رئيس السيد رئيس الحكومه في البرلمان يتحدث على ان كاين هناك دعم سيخصص لهذه الفئه ديال اصحاب المطاعم والمقاهي وما الى ذلك فهذا راه حكمنا عليه بالاغلاق اليومي يعني ليل ونهار 24 ساعه المستخدمين كذلك ديال الفنادق وديال
مختلف المهن السياحيه استفدوا من الدعم الحكومي، ولكن كما قلت في السابق من تداعيات ديال الازمه انها عجت على القطاع الغير المهيكل. هناك سعي حثيث من طرف وزاره السياحه لان تشمل التغطيه الصحيه والضمان الاجتماعي جميع الفاعلين في المجالات ديال القطاع السياحي.